السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ عامل ايه كوره؟ الحمد لله. ده علي. هات. الو. ايوه يا ادهم، معلش يا حبيبي، ساعه ما اتكلمت انا كنت نايمه شويه، بس الحمد لله انك انت بخير، ما كنتش موجود ساعه اللي حصل. لا انا الحمد لله يا حبيبتي زي الفل، ما تقلقيش عليا. وصلت العريش؟ لا عريش ايه دلوقتي بقى بعد اللي حصل؟ انا كنت خلاص بحضر شنطتي ومتوكل على الله، بس حصل اللي حصل، طلعنا على هناك، بس ما ينفعش اسيب هنا دلوقتي، خصوصا بعد ما مجدي اتصاب. يعني هقعد يوم كمان ولا حاجه كده، بعد كده راح اوصله القاهره، ما ينفعش اسيبه في الحاله دي. واجب برضه، وان شاء الله هطلب اجازه يوم ولا اتنين. بس ادعي لي بقى قائدي وافق. مال صوتك يا حبيبتي؟ انت تعبانه؟ لا لا يا حبيبي، انا لا انا كويسه الحمد لله. غريبه يعني، عمرك ما بتنام بعد الغدا؟ لا لا، دي هي كانت ساعه واحده بس، اصل انا ونوال كنا في المطبخ بنحضر لعيد ميلاد علي. يا ريتك تقدر تيجي عشان كلنا نحضر معاها لعيد ميلاد. لا وايه، ايناس قبلت في شغل جديد، اتعينت مذيعه في ماسبيرو. طب ده حاجه كويسه قوي، الف مبروك، خبر حلو. مبروك على ماسبيرو يا يوسف. طيب يا حبيبتي اشوفكم على خير، مع السلامه. مع السلامه. طمنتي خلاص؟ ألف سلام عليك يا مجدي. الله يسلمك يا قائد. ألف سلام عليك أنت، الله يحميك لأمك يا بنيه. الله يسلم عمرك يا ست الكل، كتر خيرك. بقولك إيه يا هدى؟ عادل طيب وابن حلال وجدع، الباقي مقدور عليه. فوتي بقى يا هدى، أنا لو شايف إنه ما يستاهلش ما كنتش أقول لك أي حاجة. إديله فرصة. يلا بقى. العصير هيبرد. اقعدي يا هدى، اقعدي يا حبيبتي. رايح فين يا بابا؟ هعمل شوية تليفونات وارجع لك على طول. ازيك يا هدى؟ وحشتيني. مش كفاية علينا لغاية كده؟ البيت ملوش طعم من غيرك انت وجانا. بيت؟ ليه؟ انت دلوقتي بقى عندك وقت تقعد في البيت وتاخد بالك مين موجود ومين مش موجود؟ ده من امتى؟ خير ان شاء الله. عينينا كلهم خافوا خلاص ولا العيادات قافلة عشان بيتجددوا؟ لا وجاي النهارده مرتاح قوي، مش مستعجل. انت كويس يا عدل؟ اولا انت وحشتيني بجد، حتى لو طنشتيها. ثانيا انا واخد النهارده وبكره اجازه عشان اقضيهم معاك انت وجانا. اجازه؟ مين اللي بيتكلم؟ دكتور عادل نور الدين؟ اه دكتور عادل نور الدين، مش واخده بالك ولا ايه؟ كويسه هي فيها ثلاث سراير عشان ترتاحوا براحتكم، عايزين تغيروا هدومكم تناموا، انتوا من ساعه ما جيتوا امبارح بالليل وانتم على وضعكم كده، مش كويس عشانكم، على الاقل تناموا الليله دي وترتاحوا. كتر خيرك يا ست عفاف، غلبناكي معنا. انا تحت امركم، انا استاذنت مدير المستشفى ان هو يفتح لكم الاوضه. شكرا والله ما قصرتي، شكرا ليكي حبيبتي. اهلا وسهلا. تسلمي. اسيبكم بقى ترتاحوا. شكرا شكرا يا بنيتي. باي جسمي مهدود. ارتاحي. ظهري اخ يا رب يا رب تحمي مصر واهلها الطيبين يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب. اخ اخ يما ظهري 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 اخ يا الله. بسم الله بسم الله. وهو يعني ادم ما كانش قايل انه جاي؟ كلمني مره قبل ما حنان تقع وما ردتش عليه، وكلم علي مرتين وبرده ما ردش عليه. وده يصح برده؟ اهو ده بقى اللي حصل، هعمل ايه؟ ما احنا خوفنا يكون عايز يوصل لهدى حاجه وهي لسه مش صافيه من ناحيته، فقلنا الليله هتبوظ، اتاري الليله باظت من حته تانية. الحمد لله انه جه، يعني انا الحاجه كنت شايله منه، بس برضه هو طلع ابن حلال. وانا قلت حاجه غير كده يعني؟ بعدين ليه تتقل باظت؟ احنا كلنا زي الفل اهو، واطمنا على ادم وهو بخير، وكمان اطمنا على حنان الحمد لله فاقت. مين عارف؟ مش يمكن اللي حصل ده هو الخير؟ مش يمكن طب اتعادل علينا في الوقت المكهرب ده وتفوقته لحنان؟ تخفف عليه شويه شد هدى معايا. بقول لك ايه، انت سيبهم قاعدين لوحدهم يقعدوا براحتهم ويتكلموا ويتفاهموا مع بعض، محدش يدخل عليهم. انا لا داخل ولا طالع، ولا انت ايه رايك؟
وفي رأي بعد رأيك يا بصل. هاتي البنطلون يلا. ربنا يخليك لينا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فين التليفون اللي قلت لك عليه؟ قبل التليفون أنا عندي ليك مفاجأة حلوة. مدحت بيه؟ اتفضل. السلام عليكم. نهار أبيض، مدحت طلع علي لي. أدهم الشاعر. تعال أقعد. ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. أقعد. الحمد لله على السلامة، إيه اللي جابك من العريش؟ أنا ما كنتش في العريش، أنا كنت في إجازة في القاهرة يومين، بس لما عرفت اللي حصل لك قلت لازم أجي أطمن عليك بنفسي. كتر خيرك والله، بس ما كانش له لزوم يعني تضيع إجازتك في الطريق رايح جاي. ما تستنى في القاهرة وكده كده هرجع لك أشوفك. يا سيدي وماله، ما نتقابل تاني في القاهرة، هو أنا عندي عزم منك كشاعر. وبعدين مش حضرتك كنت عاوز تليفون؟ أهو مدحت بيه جابهولك. صح، مدحت بيه جابهولك. يا نهار أبيض. أنت بتهزر يا ابني؟ يعني أنا بقول لك عايز تليفون، اتصرف لي، مش تمشور الراجل من القاهرة للسلوم. يا عم عيب بقى عد الجمايل، خلاص ما حصلش حاجة. كتر خيرك، تعيش يا صاحبي. حبيبي.